مشروع تاعي بديت به بأقل سعر، كما قلت الكمية 200,000، كما المحل كالي يجي يقول لك صغير 2 متر كاري. السلام عليكم، معكم جلي تساجية، 29 سنة، صاحبة محل اس فلورا اللي بيع الورود الطبيعية. قريت لابيولوجي سبيسياليتي بيوشيمي دي برودوي ناتورال، خدمت في عدة مجالات. فترة الحجر الصحي كنا نشوفوا الورد بزاف في لي ريزو سوسيو، كنا نرتاحوا بزاف هكذا، قلت علاش ما نجربش هكا ان تروك. بون، اول باقة كانت في الدار، كان عندي بابي كرافت، جربته مع الورد البوغانفيلي، كانت باقة لا بأس بها وضحك. لحد الآن نشوف هذيك الباقة نضحك. علاش ضحك؟ ماشي مخدومة مليح؟ بارابول خدمتي دركا نشوفها ضحك، بصح عندها قيمة. بدينا مبلغ جد بسيط تاع 100-200 ماكسيموم، 200,000. بديت بالورد الاصطناعي باسكو ما كانش ورد طبيعي في الاول. الصعوبات كانت في توفير الورد باسكو ناقص هنايا في ولايه الاغواط، كي نديروا طلب على الورد خطرات ما يكونش كاين، ونكونوا شادين لي كوموند تاع الناس ما يوصلش. هذه صعيبه بزاف، خاصه كي نشدوا لي كوموند ومن بعد ما يدخلش الورد. حتى ونقصناها شويه هذه، ما وليناش نشدوا لي كوموند، ولينا نخدموا عفويين، واش كاين نخدموا به. خطرات يخسر الورد في وسائل النقل، يجينا دابل. كي بدا يجينا اقبال كبير في شراء الورود، خممنا نفتحوا لهم بوتيك تكون في الوسط. كيما المحل كالي يجي يقول لك صغير 2 متر كاري. بالك 2 متر كاري ميم با. بون، هو صغير باسكو انا نبيعو غير في الورد، هلا ان شاء الله نوسعو يكونوا فيها حفايس واحد اخرى ان شاء الله. المشروع تاعي بديت به باقل سعر، كيما قلت الكميه 200,000 ماكسيموم، 200,000. حاجه تاع المال ماهيش راح تعطل بنادم، خاصه كي يعود يعرف واش هو حاب يدير، كي يكون عارف النشاط تاعو والمهنه اللي يخدم فيها ويحبها. لازم تضحوا بزاف من وقتكم، لانه كي تحب النشاط راح اي حاجه ما تخسر فيها ماهيش خساره. فهمتني؟